عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طب بني سويف، أهلا بكم. معكم دكتورة مروة فتحي ومراجعة على شابتر Chemistry of Lipids. بسم الله. في إن أي شابتر Chemistry عبارة عن ثلاث عناوين أساسية: الـ Definition والـ Importance والـ Classification. وعارفين إن إحنا بنفهم الـ Definition وبنقرا الـ Importance وبندخل على الـ Classification نركز عليه. طيب بسرعة كده، إيه هو تعريف الدهون؟ علشان يطلق عليه وصف دهون لازم المركب يكون عبارة عن فاتي أسيد، يعني حمض دهني، زائد الكحول. عشان كده بيطلق عليه في لفظ آخر esters of fatty acid، لأن التفاعل بين الحمض والكحول بيديني ايستر، يبقى هم ايسترز اوف فاتي اسيد. وبعد كده في كلام بقى ايه القراءة كده. طبعا انت عارف ان كل الدهون are insoluble in water، لكنها soluble في other solvents مثلا زي البنزين. طيب بالنسبة للimportance اتفقنا ان هو قراءة، يلا نشوف الكلاسيفيكيشن او الدهون بتتصنف ازاي. قالك والله لو مجرد دهون، يعني مجرد فاتي اسيد مع الكحول فقط لا غير، بأطلق عليها لفظ simple lipids، الدهون البسيطة بلا أي إضافات. لو عليها إضافات أساسية بنسميها conjugated lipids أو compound، لأن هي عبارة عن فاتي أسيد وكحول وحاجة ثانية إيه عليها، conjugated أو compound. طيب لو هي ناتجة من تكسير أو مشتقة من other lipids بسميها مشتقة أو derived lipids، وهي نفس التقسيمة لو فاكرين بتاعة البروتينات. يبقى كام نوع من الليبيدز عندي؟ simple, conjugated and derived. مين أمثلة السيمبل ليبيدز؟ مديك مثالين فقط اللي هم مين؟ التراي أسايل جليسرول أو الدهون الثلاثية والواكسز. وماذا عن الكومباوند ليبيدز؟ مديك برضو مثالين، يا إما تكون المجموعة الإضافية هي فوسفوريك أسيد فبسميها فوسفو ليبيدز، يا اما المجموعة الإضافية هي من الشابتر اللي قبله اللي هو الكربوهيدرات فبنسميها جلايكو ليبيدز. اما الدرايفد ليبيدز هم كتير، لكن اهم ثلاثة ممكن نجمعهم في كلمة كارديو فاسكولار سيستم او سي في اس، اللي هم مين؟ السي 4 كاروتينويد، الفي 4 فيتامينز، الفات سوليبل فيتامينز اللي هم الـ A والـ D مثلاً، والـ S4 steroids. ده التصنيف الأساسي للدهون. هناخد إيه بقى في الشابتر؟ هنبتدي ناخد الوحدة البنائية للـ lipids اللي هي الفاتي أسيدز، هنتكلم عنها ونتكلم على أنواع الفاتي أسيدز والـ properties بتاعة الفاتي أسيدز، وبعدين نتكلم على عيلة عيلة simple lipid ثم compound lipid ثم derived lipid. يلا بينا نبدأ في الفاتي أسيد. أول حاجة هنعرفها عن الفاتي أسيد هي definition بتاعتها، يعني إيه فاتي أسيد؟ فاتي أسيد عشان يطلق عليه هذا الاسم لازم تنطبق عليه الشروط الأتية، اللي هي إنه يحتوي على الشكل ده CH3 CH2 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 CH2، أيا كان العدد، وفي الآخر خالص في COOH. يبقى دي اسمها إيه يا ولاد؟ السلسلة اللي مليانة كربونات وهيدروجينات دي نسميها إيه؟ نسميها هيدروكربون تشين، هيدروكربون تشين. وفي إيه بقى؟ مجموعة كاربوكسيليك اللي هي مجموعة حمضية، وعشان كده سمي إيه؟ أسيد. يبقى الفاتي أسيد لازم يكون فيه سلسلة هيدروكربون وينتهي بسلسلة حمضية واحدة وهي سلسلة كاربوكسيل. طيب لو بصيت لي على الفاتي أسيد ده وسألتك هل هو بولر قطبي ولا نون بولر ولا مخلط اللي بنسميه أمفيباثيك، ترد عليا تقول لي إيه؟ أمفيباثيك. هتقولي والله هو في جزء نون بولر اللي هو الهيدروكربون تشين للكربونات عليها شحنات والهيدروجينات عليها شحنات، وفيها جزء بولر اللي هو الكربوكسيل جروب بيبقى عليه شحنه سالبه. يبقى كده المفروض ان هو علميا امفيباثيك، لكن فعليا انت شايف ان هو امفيباثيك؟ الحقيقه لا. ليه بقى؟ لان الهيدروكربون تشين دي يا ولاد عاده بتكون طويله جدا وهي مليانه ما فيهاش شحنات خالص، بينما الكربوكسيل جروب عليها شحنه غلبانه. وايش تعمل يا صعلوك وسط الايه الملوك؟ فالشحنه اللي على الكربوكسيل جروب دي مش كافيه
انها تدي بولاريتي للفاتي اسيد. يبقى لو هنتكلم علم هي امفيباثيك، لكن على ارض الواقع الدهون اغلبها نون بولر ونون سوليبل علشان الهيدروكربون تشين بتاعتها طويله جدا. طيب دي اول معلومه بنعرفها عن الفاتي اسيد. ايه المعلومه الثانيه؟ ازاي بنرقم الفاتي اسيد؟ في طريقه معروفه من محاضرات البروتين، والمفروض ان دي مراجعه، فانت عارف الامينو اسيدز كنا بنرقم الكربونات ازاي من عند الكربوكسيل جروب. الطريقه الاولانيه ان احنا نعد من الكربوكسيل جروب دي نسيبها خالص، واول كربونه قبل الكربوكسيل جروب دي تتسمى الفا، اللي قبلها بيتا، اللي قبلها جاما، اللي قبلها دلتا، اللي قبلها ابسلون، وهكذا. يبقى دي طريقه ترقيم. الطريقه الثانيه للترقيم كانت نمسح من ناحيه الميثايل جروب. ازاي؟ كالاتي: من اول كربونه من عند الميثايل جروب بسميها اوميجا 1، اللي بعدها اوميجا 2، اللي بعدها اوميجا 3، اللي بعدها اوميجا 4، اللي بعدها اوميجا 5، وهكذا دواليك. يبقى ده اللي عرفناه، the definition of fatty acids و nomenclature أو طريقة التسمية بتاعتها. تعالوا ندخل على classification of fatty acid. لما فكروا يصنفوا الأحماض الدهنية قالوا هنصنفها ازاي؟ ففكروا إن في تصنيفة كيميائية الأول على حسب الهيدروكربون جين بتاعتي دي فيها دبل بوند ولا ما فيهاش؟ فقال لك according to presence of double bond of دبل بوند، رابطة مزدوجة، أو على حسب أهميتها في الأكل فسموها نيوتريشنال كلاسيفيكيشن أو التصنيف الغذائي، يعني لازم آخد الأحماض الدهنية دي ولا ما آخدهاش. طيب بالنسبة للتصنيف الأولاني اللي هو according to presence of double bond، قال لك في منهم ما فيهوش دبل بوند، فهو إذا مشبع، شبعان وعينه مليانة لأنه ما عندوش روابط يكسرها، saturated fatty acids. أو المجموعة التانية لأ، اللي ناقصها التشبع لان فيها دبل بوند فبنسميها unsaturated fatty acids او احماض دهنيه غير مشبعه. جينا للمجموعه الاولانيه اللي هي saturated fatty acids، وضرب لك في الكتاب ثلاث امثله. الثلاث حفظ في اتنين منهم مهمين جدا، اللي هو البالماتيك اسيد، وده طوله 16 او عنده 16 كربونه، وبعد كده الاستياريك اسيد وده عنده 18 كربونه. ونخلي بالنا ان الاس الستيريك اسيد بحرف الاس هو ايه؟ ساتيوريتد. وفي واحد قصير قوي الا كده اللي هو البيوتيريك اسيد، وده 4 كربونات. البيوتيريك اسيد مهم جدا ان احنا نحفظ ان هو 16 والستيريك 18 والبيوتيريك صغير خالص 4 كربون. يجي السؤال، يا ترى الساتيوريتد فاتي اسيدز اللي ما فيهمش دبل بوند دول بيكونوا في درجه حراره الغرفه شكلهم سائل ولا صلب؟ يعني بيبقوا هما اللي مالين الزيت ولا السمنه؟ بص بقى، هيقول لك جمله في الكتاب تلخبطك شويه بس انا هخلصك منها بكلمه واحده. الاس فور اس الساتيوريتد سوليد ات روم تمبريتشر، مع انه في الكتاب قايل على حسب طولها، بمعنى ان لو سلسلة الهيدروكربون اقل من 10 فهتكون ساعتها ليكويد، لو سلسلة الهيدروكربون اكتر من 10 هيكون ساعتها سوليد. اما انا ليه بدوس كده واقول لك هم سوليد؟ لان اغلب الفاتي اسيدز اللي موجوده بتكون في النيتشر، يعني بتكون اكتر من 10، عشان كده ممكن اقول بقلب جامد ان هم سوليد ات روم تمبريتشر. الاس فور اس الساتوريتد فيها كذا اس الستيريك اسيد وهي سوليد ات روم تمبريتشر ما ننساش. نيجي بقى على الانساتوريتد فاتي اسيد. الانساتوريتد فاتي اسيد كنا ناويين نقولهم على طول بس افتكرنا، قلنا انت بتقول ان هما فيهم دبل بوند، طب يا ترى دبل بوند واحده جاست اونلي 1 ولا ممكن يكون فيهم اكتر من 1؟ فعشان كده اعيد تصنيفهم مره اخرى على حسب عدد الدبل بوندز اللي فيهم. لو فيهم واحده سميناهم مونو اينويك، سميناهم ايه؟ مونو اينويك. لو فيهم اكتر من واحده سميناهم بولي، يعني متعدد بولي اينويك، او اختصارا سميناهم بوفا بولي انساتوريتد فاتي اسيدز. يبقى الانساتوريتد عملنا لهم سب كلاسيفيكيشن على حسب الدبل بوند كام واحده، واحده بقى مونو اينويك، اكتر من واحده بقى بولي انساتوريتد او بولي اينويك. امثله المونو اينويك ممكن اجمعها في كلمه نوب، بس اكتبها من تحت لفوق. نوب يعني لا، يعني لا تنساهم ابدا. ال ان O P. ال P دي
هي شبه قوي قوي البي اللي كانت قبلها في الساتيوريتد، التاني كان اسمه بالماتيك لكن ده اسمه بالمات. ها او ليك اسمه ايه؟ بالمات او ليك. والاو هو النص التاني ده اللي هو ايه؟ او ليك. اما الان ليه حمض دهني موجود جد كتير جدا في النيرف تيشو فسميناه نيرفونيك اسيد. يبقى مين هما المونو انويك فاتي اسيدز اللي عندي اللي فيهم جاست 1 دبل بوند من تحت لفوق نوب اللي هم ان او بي؟ طيب تفتكر عدد الكربونات اللي فيهم كام؟ ها نتوقع ايه رايك في البالمات اوليك هيكون عدد الكربونات اللي فيه كام؟ يعني زي ابن عمه اللي هناك هيبقى 16 كربونه، والاوليك زي الاستياريك 18 كربونه. اما النورفونيك ده حاجه محترمه خالص، فيه طويل جدا جدا لان يعني هو في اماكن عاليه واماكن محترمه قوي زي النيرفس تيشو كده، فعدد الكربونات اللي فيه 24 كربونه. هتلاقي بعد كده جنب الارقام بتاعه الكربون دي كاتب لك مثلا ان البالمات اوليك ده اوميجا 7، والاوليك والنيرفونيك كاتب لك ان هم اوميجا 9. ايه القصه دي بقى وايه علاقتها بالدبل بوند؟ هو انت مش بتقول ان في دبل بوند؟ طب ما تكمل جميلك كده وتقول لي الدبل بوند دي موجوده فين تحديدا. يعني انت بتقول مثلا ان انت في البالمات اوليك عندك دبل بوند، فالبالمات اوليك لما بصوا على الدبل بوند بتاعها لقوا ان الدبل بوند موجوده بين الكربونه رقم 7 والكربونه رقم 8. وانا بعد منين؟ من عند الميثايل جروب، لان احنا اتفقنا ان ما دام قلت اوميجا انا بعد من عند الميثايل جروب، فبين الكربونه السبعه والثامنه ظهرت الدبل بوند، عشان كده قلنا عليه اوميجا 7. في الاوليك مكتوب اوميجا 9، هو والايه النيرفونيك، الاوليك والنيرفونيك اللي ورا بعض نفس القصه، يعني بين مين ومين؟ بين الكربونه رقم 9 والكربونه رقم 10، ده المكان الدبل بوند بتاعتي، هو ده المقصود بالاوميجا اللي بتتكتب جنب عدد الكربونات. طيب دول المونو انويك، ندخل بقى في البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي فيهم اكتر من دبل بوند. قال لك هنقسمهم والله على حسب الدبل بوند الاولانيه بتاعتهم فين. فظهر اكوردنجلي عيلتين، عيله اسمها اوميجا 3 وعيله اسمها اوميجا ايه 6. يعني ايه اوميجا 3 واوميجا 6؟ احنا بنقول بولي انساتوريتد يعني فيهم اكتر من واحده دبل بوند، بس الاولانيه بتاعت الاوميجا 3 بين الكربونة الثالثة والايه والرابعة، والأولانية بتاعت الأوميجا 6 بين الكربونة الستة والايه السبعة. في مثالين في الأوميجا 3 ومثالين في الأوميجا 6 وعلينا نحفظهم. مين هي الأمثلة دي بقى؟ قالك في الأوميجا 3 دي اتنين صحبات ليهم نفس الاسم كده في نفس السكشن، اسمهم ايه بقى؟ لين ولي، لين ولين، لينو لينك، ومعهم واحد في السكشن ده كان الالفا عليهم، فالفا لين ولينك، الفا لينو ايه؟ لينك اسيد. الالفا لينو لينك ده اوميجا 3. يا ترى اللينو لينك ده فيه كام كربونه؟ فيه 18 كربونه. حلو الكلام. المثال الثاني في عيله الاوميجا 3 اسمه تيمنو دونيك، وكلمه دونيك تفكرني بدونيشن او معطاء او كده، فخليك فاكرها بس علشان هقول لك في كام دبل بوند للتيمنودونيك ده، في عدد دبل بوند عنيف جدا. كام بقى؟ كام دبل بوند في التيمنودونيك ده؟ في 5، في 5 دبل ايه دبل بوندز في التيمنودونيك اسيد. طب عدد الكربونات بتاعته، افتكر ان هو بيبدا بحرف التي، تي فور 20، يبقى عدد الايه الكربون بتاعته 20 كربونه. طب ما انت حضرتك ما قلتلناش الدكتوره لينو لينك ده في كام دبل بوند؟ مش هو بولي انساتوريتد في اكتر من واحده؟ مش هما القصة دي بتاعت ثلاثة لين ولين والشخص اللي كان ألف عليهم ده؟ يبقى فيه إيه؟ ثلاثة دبل بونز بالنسبة للألفا لين ولينك. أما التيمنودونيك المعطاء اللي بيعمل دونيشنز ده عنده 5 دبل بونز، وتي عدد الكربونات بتاعته 20. أما الأوميجا 6 الممبرز بتوعها، أنا همسح هنا عشان أوسع لنفسي، كربونة وال20 كربونة دي. الأوميجا 6 فيه 2، الأولاني شبه ابن عمه اللي في الأوميجا 3 جدا جدا، بس من غير صاحب التانية بقى اللي هي لين التانية، فهيبقى لينو ليك. لينو ايه؟ لينو ليك، لينو ليك مش لينو لينك. والتيمنودونيك
قصاده برضو 21 كربون اسمه أراكي دونيك. يبقى لينولانيك اللي قصاده في اوميجا 6 هو لينو اوليك، والتيمنودانيك اللي قصاده اراكيدونيك نفس عدد الايه الكربون. نكتب في النص كده الاثنين دول 18 كربون والاثنين دول 20 كربون. طب حضرتك كنت قلت لنا نختار لون تاني بقى عشان عدد الدبل بوندز، قلت لنا ان الفا ولين ولين الثلاثه اللي اصحاب اللي في السكشن دول عندهم ثلاثه دبل بوندز، عدد الايه الدبل بوندز بتاعتهم ثلاثه، وتيمنودانيك المعطاء ده بيعمل دونيشنز فعنده خمسه دبل بوندز. طب ولين اوليك بص ابن عمهم اللي في عيلة أوميجا 6 دول بينقصوا واحد، يعني لينو أوليك 2 دبل بوندز والأراكيدونيك 4 دبل بوندز، اطرح واحد يطلع عدد الدبل بوندز في العيلة اللي جنبهم. اللينو أوليك أصغر من اللينولينيك بواحدة في عدد الدبل بوندز، والأراكيدونيك أقل من التيمودونيك بواحدة في عدد الدبل بوندز، لكن عدد الكربونات متساوي، هنا 18 وهنا 20. يا دكتورة كده خلصنا الفاتي أسيدز التقسيمة بتاعتها، ولا عايزين نقول حاجة تانية؟ لا، عايزين نركز شوية على البولي انساتوريت فاتي اسيدز لأن ليهم أهمية وليهم مشاكل لو ما خدناهمش في الأكل بتاعنا. بس قبل ما نقول الكلام ده من فضلكم نخلص التصنيف التاني، اوعى تتوهني معاك وتنسى التصنيف التاني اللي هو ايه التصنيف التاني ده بقى؟ النيوتريشنال كلاسيفيكيشن، صح؟ عندي النيوتريشنال هنا كلاسيفيكيشن أهو، اوعى تنساه. قال لك الفاتي اسيدز نيوتريشنالي هتنقسم إلى، نطلعها فوق بقى عشان نبقى براحتنا كده، essential يعني لازم اخدها ضرورية، و non essential يعني مش لازم اخدها ومش ضرورية. مش ضرورية لجسمي ولا مش ضرورية في الاكل؟ تاني كلمة essential ضروري او غير ضروري ده مش معناه انهم مش ضروريين، كل حاجة ضرورية، لكن essential دي ان ضروري ناخدها في الاكل لان الجسم ما بيصنعهاش، و non essential مش ضروري ان الجسم بيصنعها. الاتنين الاسنشال ظراف جدا، هم الولاد عم اللي هم لين ولين، لين ولينك، وابن عمهم اللي في اوميجا 6 هناك اللي هو لين اوليك. يبقى الاتنين اسنشال، لين ولينك ولين اوليك. حلو الكلام، حلو جدا. طيب قالك بقى برضو جملة كده ان الاراكيدونيك اسيد ممكن يبقى اسنشال لان هو بيتصنع منهم، فلو الاراكيدونيك اسيد فلو اللينو اوليك اسيد اللي بيصنع الاراكيدونيك ما خدناهوش في الاكل بتاعنا او ناقص، صار الاراكيدونيك اسنشال. فدي جمله على الهامش كده، انا بصنع الاراكيدونيك من لينو اوليك، فاذا غاب اللينو اوليك صار الاراكيدونيك اسنشال، يبقى هو كمان لازم اخده في اكلي لاني ما عنديش بريكيرسر لاصنعه منه. يلا نعمل زوم ان بقى على عيله البولي انساتوريتد فاتي اسيد، نتكلم باخد فين في اكل البولي انساتوريتد فاتي اسيد وايه اهميتهم وماذا لو لم احصل او عندي نقص في البولي انساتوريتد فاتي اسيد. طيب هنتكلم على السورسز والامبورتنس ونقص الاسنشال بوفا يؤدي لايه. بالنسبه للسورسز بتاع البولي انساتوريتد فاتي اسيد بنلاقيها في الفيش اويل وبنلاقيها في الفيجيتابل اويل، ايا كان بقى الفيجيتابل اويل ده زيت عباد شمس، زيت ذره، زيت زيتون، كل ده is rich in PUFA. طيب لو خدنا بالنا هو البوفا موجوده فين؟ only في الزيوت، ما لقيناهاش موجوده في حاجه سوليد خالص، وده يفكرني بمعلومه مهمه جدا ان البولي انساتوريتد فاتي اسيدز هتكون at room temperature، liquid ولا solid؟ هتكون liquid at room temperature. طيب مفيش منها سوليد خالص؟ قالك بص هي ليكويد علشان الدبل بوندز اللي فيها عادة بتكون في الصورة اللي اسمها سيس، بتكون في الصورة السيس، أما لو كانت في الصورة الترانس فساعتها هتكون سوليد. بس أغلب البولي انساتوريت فاتي أسيدز الدبل بوندز بتاعتهم في الصورة السيس، والصورة السيس دي بتخلي الفاتي أسيدز ما تقدرش تقرب لبعضها قوي، بتعمل زي بندنج كده، فلما يجوا يقربوا لبعض ما يعرفوش، فعشان كده كل ما الحاجه كان فيها مسافات بينيه اكتر كل ده ما يؤدي لسيولتها اكتر، عشان كده هم ليكويد. يعني نقدر نقول بقلب جامد هم ليكويد يا دكتوره؟ ايوه، البولي انساتوريتد فاتي اسيدز ار موستلي ليكويد. طيب هل بقى المفروض افهم يعني ايه سيست يا دكتوره؟ دبل بوند وترانس دبل بوند والكلام ده؟ لا، اعرف بس ان السيس هي الاغلبيه اللي موجوده وهي اللي مسؤوله عن كون البولي انساتوريتد فاتي اسيدز في الشكل الليكويد. طيب فكرني كده، هي الانساتوريتد فاتي اسيدز الساتوريتد فاتي اسيدز كانت عباره عن ليكويد ولا سوليد؟ احنا اتفقنا ساتوريتد فاتي اسيد تبقى ايه؟
تبقى solid، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الانساتيوريتد فهيكونوا liquid. طيب ما معنى الامبورتنس بتاعت البوفه؟ البوفه بتبدا بحرف البي، والاثنين امبورتنس بتوعها برضو بحرف البي. الامبورتنس الاولانيه انها بتصنع حاجه اسمها فوسفوليبيدز، تم ذكرها في بدايه المحاضره، وهي من الكونجيجيتد ليبيدز، يعني دهون وعليها فوسفوريك اسيد، اسمها فوسفوليبيدز. الحاجه الثانيه اللي بحرف البي هي البروستاجلاندين واخواتها. ايه بقى البروستاجلاندينز واخواتها دول؟ البروستاجلاندينز واخواتها مركبات يطلق عليها ايكوزانويدز. ايكوزانويدز يعني ايه بقى ايكوزانويدز؟ هي مركبات مصنوعه من حمض دهني اسمه اراكيدونيك اسيد. ما هو الاراكيدونيك اسيد؟ لسه حالا قايلينه. الاراكيدونيك اسيد ده اوميجا 6، كام كربونه؟ 20 كربونه. كام دبل بوند؟ اقل من التومودينيك بواحده، يبقى كام؟ يبقى 4 دبل بوندز. بما ان الاركيدونيك اسيد فيه 20 كربونه، فلما بيصنع الايكوزانويدز بنقول عليها مركبات مصنوعه من 20 كربونه، وكلمه ايكوزا يعني 20، يبقى هي مركبات مصنوعه من الاركيدونيك اسيد، ولهذا تم تسميتها بايكوزانويدز، يعني ايكوزا يعني 20. بيشتغلوا ايه بقى الايكوزانويدز دول؟ الايكوزانويدز دول بيشتغلوا زي الهرمونات، هرمون لايك، تفرزهم اغلب الخلايا. ممكن يشتغلوا جوه الخليه اللي بتفرزهم، وممكن يشتغلوا في الخليه اللي جنبها. فلو اشتغلوا في الخليه اللي جنبها ده بنسميه بارا كراين، لو اشتغلوا في الخليه نفسها بنسميه اوتو كراين. طب لما هم هرمون لايكس ليه ما اعتبرهمش هرمونات؟ لان الهرمونات بتفرز من اماكن محدده، لكن دول تقريبا كل الخلايا بتفرزهم. مين بقى الايكوزانويدز دول كاعضاء فريق؟ عرفنا هم مين كيميائيا، وعرفنا هما بيشتغلوا ايه. عايزين نعرف بقى هما مين اعضاء هذا الفريق اللي اسمه ايكوزانويدز. قال لك على حسب شكلهم، في منهم سايكليك وفي منهم اسايكليك. السايكليك ثلاثه نجمعهم في كلمه طب، تي بي بي. التي فور ثرومبوكسان، والبي فور بروستا جلاندن اللي احنا قلنا فوق بروستاجلاندن واخواتها بروستاجلاندن، والبي الثانيه فور بروستا برضو بس بروستا سايكلين. ولما يجي لك في الام اس كيو بروستا سايكلين، ده سايكليك ولا مش سايكليك؟ هتسميه ايه؟ هو سايكلين، ده اسمه موضح جدا، هو بروستا سايكلين. يبقى السايكليك ثرومبوكسان بروستاجلاندنز بروستا سايكلين. ماذا عن الاسايكليك؟ الاسايكليك اثنين بحرف ال، واحد اسمه ليوكو نسبة لكرات الدم الحمراء البيضاء، ليوكوترايينز، ليوكو يعني أبيض، والتاني اسمه ليبوكسس. يبقى مين هما الأيكوزانويدز؟ تاني كده نجيب لون تاني مميز شوية ونعلم جنبهم، هما يا سايكليك يا أسايكليك، يا ثرومبوكسان، بروستاجلاندين، بروستاسايكلين، واتنين بحرف ال الأسايكليك، ليوكوترايينز والليبوكسس أو الليبوكسس. ماشي، ماذا عن ال deficiency of essential بوفا؟ يعني ايه؟ حضرتك كده بتخلط لنا الاثنين كلاسيفيكيشن يا دكتوره، بين البوفا دي كانت تبع الكيميكال كلاسيفيكيشن اللي هو فيه دبل بوند ولا ما فيهمش، ورحتي قايله لنا essential. هما مين الاثنين essential fatty acids اللي احنا عارفينهم؟ الاثنين essential fatty acids اللي احنا عارفينهم هما ها الالفا لينو لينك، صح؟ واللينو او ليك، صح؟ جميل. طيب هما الاثنين دول هل هما ساتوريتد ولا مونو انساتوريتد ولا بولي انساتوريتد؟ الاثنين بوفا. يبقى الاسنشال فاتي اسيدز كلها بوفا، كلها تنتمي لعيله الايه؟ البوفا. فسواء دي اعراض نقص البوفا او الاسنشال بوفا، يعني ساعات تلاقيها في بعض الكتب مكتوبه تبع اعراض نقص البولي انساتوريتد، وساعات تلاقيها تبع نقص الاسنشال فاتي اسيدز، لكن انت تبقى فاهم ان الادق نقول اسنشال fatty acids او essential polyunsaturated fatty acids، لان هما الاثنين polyunsaturated. ايه بقى الاعراض دي؟ الاعراض كالاتي: fatty liver، الكبد يبقى دهني، يحصل dermatitis التهاب في الجلد، يحصل مشاكل في البرين development sorry، ويحصل growth retardation او تاخر في النمو. ليه بقى ده بيحصل؟ مش
هنتطرق للكلام ده دلوقتي لأنه سابق جدا لأوانه، بس افتكر إن بيبقى فيه أكتر من مشكلة على مستوى الليفر، على مستوى الجلد الدرماتيتس، على مستوى البرين، وبيبقى فيه تأخر في النمو. كده بنختم البولي انساتوريتد فاتي أسيدز. بعد ما خلصنا الفاتي أسيدز بندخل بقى على الكلاسيفيكيشن بتاع الدهون اللي هي كانت simple lipids, compound lipids و derived lipids، ونبدأ بال simple lipids اللي كانوا triglycerides and waxes. ال simple lipids اتفقنا ان احنا كده عندنا عبارة عن fatty acid ومعاه كحول، بس لو تاخد بالك ما ذكرش اسم الكحول في العنوان بتاع ال simple lipids عشان ممكن الكحول يختلف. لو كان الكحول ده glycerol فيصبح السمبل ليبيد المركب اسمه تراي اسايل جليسرول. يعني ايه تراي اسايل جليسرول؟ ثلاثة فات مع جليسرول، يبقى ثلاثة فاتي اسيد بلس جليسرول، ده اللي بنسميه تراي اسايل جليسرول، او بنسميها في وصف اخر ان هي نيوترال فاتس، الدهون المتعادلة. يبقى التراي اسايل جليسرول نكتبها بقى على بعض، تراي اسايل جليسرول اللي احنا بنختصرها في كلمة تاج، هي النيوترال ايه فاتس، واتفقنا ان واضح جدا من اسمها هي معمولة من ايه، المرة دي كحول ايه جليسرول. طيب ماذا عن المجموعة التانية من السيمبل ليبيدز اللي هي واكسز؟ اكيد في ايه فات، اكيد ان في طبعا فاتي، سوري في فاتي اسيد، يعني في فاتي اسيد فعلا، بس المرة دي كحول مش جليسرول. اما المين؟ أي كحول أطول long chain alcohol أطول من جليسرول. جليسرول ثلاث كربونات بس، والجليسرول فيه ثلاث مجموعات هيدروكسيل، لكن الكحول اللي بيدخل في الواكسس بيكون أطول في عدد الكربونات لكنه مونو هيدروكسيل، فيه مجموعة OH واحدة بس. يبقى ما سماش اسم إيه ال الكحول اللي هيدخل في تصنيع الواكسز، لكن قال لك ان مميزاته او يعني بيتميز بايه؟ بيتميز انه اطول من الجليسرول longer، لكنه يحتوي على just one OH. بعد كده اتكلم على امثله الواكسز، وهنتكلم بقى بالتفصيل بعد كده على التراي اسايد جليسرول، نعمل زوم ان بقى ونتكلم ونعيش حياتنا فيها، لكن نخلص من الواكسز. قال لك بس امثله دي، اربع امثله هنجمعهم في كلمه او في حروف A B C D. ال A وال D الأولين، الأولينين الأولى والأخيرة يعني، ال D فيتامين A، two vitamins، فيتامين A وفيتامين A D. يبقى A و D دول two vitamins، فيتامين A وفيتامين B. ال B رمز لكلمة bees، واكس أو شمع بتاع النحل. طيب قال لك شمع النحل ده تحديدا بقى سمى لك اسم الايه الالكول اللي فيه، قال لك الالكول اللي فيه اسمه ميريسايل الكول. اما السي قال لك كوليسترايل ايستر، يعني ايستر مع الكوليسترول. خلاص يبقى مين هم الاي بي سي او الامثله اللي عندك على الواكسز؟ الاي والدي دول فيتامينز، فيتامين اي وفيتامين دي، البي بيز واكس، والسي كوليسترول ايستر. ماذا عن التراي اسايل جليسرول او النيوترال فاتس؟ دعونا نرى. طيب هنقول ايه في التراي اسايل جليسرول؟ هنقول الكلاسيفيكيشن وهنقول البروبرتيز الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز. فاول حاجه هنتكلم عنها النهارده في التراي اسايل جليسرول اللي هو احد شقين السمبل ليبيدز، اللي هي احد ثلاث شقوق او ثلاث تصنيفات للدهون. كان عندي سمبل وعندي ديرايفد وعندي كونجيجيتد. انا دلوقتي في السمبل وسبت الواكسز على جنب وبتكلم عن تراي اسايل جليسرول. هنشوف بقى هنقول ايه في التراي اسايل جليسرول. التراي اسايل جليسرول ككلاسيفيكيشن عندي حاجه من الاثنين، يبقى اول حاجه اتكلم عنها هي الايه الكلاسيفيكيشن بتاع التراي اسايل جليسرول. قال لك دي يا اما solids يا إما oils، يا solids يا oils. طيب مش محتاجة نباهة، solids يبقى غنية بإيه بقى؟ بالunsaturated fatty acid ولا بالsaturated fatty acid؟ غلط، solid قولا واحدا غنيين بالsaturated fatty acid، وإن شئت الدقة
باللونج تشين فاتي اسيد، لان كانوا الاقل من 10 بيبقوا مش سوليد. طب ماذا عن الاويلز؟ يبقوا غنيين بالايه؟ غنيين بالانساتوريتد فاتي اسيد. وان شئت الدقه تقول ان هم انهي بقى انساتوريتد فاتي اسيد، بوفا اكتر او بولي انساتوريتد فاتي اسيد. طيب ده بالنسبه للكلاسيفيكيشن بتاع الاكس، يا اما سوليدز يا اما اويلز. طيب ماذا عن البروبرتيز of triacyl glycerol؟ The properties of triacyl glycerol أو TAG قال لك هنقسمهم إلى physical properties، خواص فيزيائية وخواص كيميائية chemical. كلمتين يعني ما لهمش لازم قوي، ان هو لا لون ولا ريحه ولا طعم، وان هما ما بيدوبوش في الميه. انا والله حتى مستهيفه اكتبهم، عيب يعني تبقى طالب في اولى طب ومش عارف ان الترايسيل جليسرول لا لون ولا طعم ولا ريحه وان هي لا تدوب في الميه، فهنكتب جنبها صح كده كاننا كتبناهم. ماذا عن الكيميكال بروبرتيز؟ الكيميكال بروبرتيز قسمها عندك لاكتر من حاجه. قال لك اول حاجه عندي ان انا ممكن اعمل أضيف هيدروجين فأعمل حاجة اسمها هاردنينج، ممكن أحولهم لحاجة صلبة، وممكن أكسرهم بإضافة المية فأعمل هيدروليسيس. يبقى هو اتكلم على كام كيميكال بروبرتي؟ اتنين بحرف الاتش، هاردنينج وهيدروليسيس. ومش محتاجة برضو منك نباهة عشان تعرف إزاي ممكن تحول تراي أسايل جليسرول كان سائل لصلب. هو السائل ده كان بيبقى محتوي على إيه؟ السائل الليكويد كان بيحتوي على unsaturated fatty acid، والصلب كان بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على saturated fatty acid. يعني انت لو حولت الunsaturated لsaturated يبقى حولت الليكويد لسوليد. هو الunsaturated فيه دبل ايه؟ بونز، فيه روابط مزدوجة، والsaturated ما فيهوش. لو كسرت الروابط المزدوجة دي خلاص حصلت على solid fat. طيب اكسر الروابط المزدوجة ازاي؟ طريق الريدكشن. يبقى اكتب كده بخط كبير ان الهاردنج ده بيحصل عن طريق الاختزال باضافه هيدروجين. لما بتضيف هيدروجين الرابطه المزدوجه بتتكسر وتتحول لرابطه احاديه، ومن ثم الانساتوريتد فاتي اسيد بيتحول لساتوريتد فاتي اسيد. ودي الطريقه اللي بيحولوا بيها الزيت الى سمنه. يقول لك سمنه نباتي، ازاي في سمنه نباتي؟ هي كانت زيت نباتي وعملوا له هاردنج فتحول لسمنه. حولت السائل لصلب، يلا كسر لي بقى ايه الدهون بتاعتك عن طريق ضغط الميه، بيسمى بالهايدروليسيس. طيب مين بقى اللي ممكن يعمل هايدروليسيس؟ ممكن اعمل هايدروليسيس ده عن طريق اسيد، وعن طريق العكس تماما، عن طريق بيز او عن طريق لايبيز. شايفين السجع ده؟ لايبيز يعني انزيماتيك. يبقى ممكن اكسر الدهون ازاي؟ عن طريق اضافه حمض، اضافه قلوي. والبيز يفكرك ان الانزيم اسمه لاي بيز، ممكن اعمل الهيدروليسيس ده. بس ناتج التكسير في كل مره هيختلف. هو انت قلت لي الترايسايد جليسرول دي كانت عباره عن ايه؟ قلت لي عباره عن ثلاثه فاتي اسيد معاهم جليسرول. طب حضرتك لما تضيف على الثلاثه فاتي اسيد معاهم جليسرول حمض ضعيف مثلا زي ال HCl او الدايلوتد HCl، تحصل على ايه؟ هيتكسر لايه؟ يعني هيرجع للاصل اللي هو متكون منه، هينفصل الجليسرول لوحده والثلاثة فاتي أسيد لوحدهم. طيب ده فكرة بسيطة خالص، نفس الحكاية لو حضرتك اشتغلت باللايبيز إنزيم، تخرج الجليسرول لوحده والثلاثة فاتي أسيد لوحدهم. طب لو ضفت ألكالاين، حاجة ألكالاين زي مثلا البوتاسيوم هيدروكسيد، لو ضفت البوتاسيوم هيدروكسيد في الحالة دي هتحصل على جليسرول، لكن هتحصل معاه مش بقى على 3 فاتي اسيد، الفاتي اسيد هيدخل مع البوتاسيوم ويعمل لك بوتاسيوم سوب RCOOK او بوتاسيوم سوب. تفاصيل بقى المعادلات دي اوعى اوعى ايه تضيع وقتك فيها، اولا احنا في مراجعه ثانيا، هي اصلا ابتداء مش مهم قوي، بس تبقى فاهم ان الاختلاف الوحيد ان انت لما بتضيف حاجه بايز زي البوتاسيوم هيدروكسيد بتحصل على بوتاسيوم سوب. ده الهيدروليسيس وازاي بيحصل من الكيميكال بروبرتيز بتاعه التراي اسايل جليسرول. اخر عنوان عندي في التراي اسايل جليسرول عنوان في منتهى الاهميه اسمه رانسيديتي او الزرنخه. ما المقصود بالرانسيديتي؟ رانسيديتي رانسيديتي تعريفها ان هو تغير في حاجتين،
في الأودر الرائحة والتيست بتاع التراي أسايل جليسرول. ليه؟ العوامل اللي بتعمل ده قال لك هي العوامل اللي موجودة في جو مصر الجميل. مصر عندنا درجة الحرارة عالية صح؟ High temperature، وعندنا رطوبة عالية High humidity، وعندنا شمس ساطعة ما شاء الله الضوء ليل ونهار، عندنا زيادة في اللايت. فافتكر ان العوامل اللي بتعمل رنسيفيتي هي اللي موجودة في جو مصر، High temperature High humidity وزيادة في اللايت. طيب في كام نوع من الرنسيفيتي؟ عندي نوعين، نوع اسمه هايدروليتيك، وباين جدا من اسمه حصل فيه ايه صح ولا لا، حصل فيه هيدروليسز اللي احنا لسه متكلمين من شويه عليه. والنوع الثاني اسمه اوكسيديتيف، وده ما جبناش سيرته من شويه فهنتكلم فيه حبه اكتر. الهايدروليتيك يعني حصل هيدروليسز للتراي اسايل جليسرول. طيب ممكن تقول لي هو ايه اللي كان بيعمل هيدروليسز؟ انت كان عندك ثلاث حاجات بيعملوا هيدروليسز، فاكر؟ اسيد وبيز ولايبيز. اكيد مفيش شخص عاقل ممكن يضيف اسيد او بيز على الدهون، اما ايه اللي بيحصل؟ اللايبيز. يبقى الهيدروليتيك رينسيتي هذا المقصود بيها ان اللايبيز بيشتغل على التراي اسايل جليسرين. برضو جه منين اللايبيز ده يا دكتوره؟ جه من البكتيريا. يبقى لو حصل تلوث الزيوت او الدهون اللي عندي ببكتيريا وافرزت لايبيز يشتغل على التراي اسايل جليسرين، يطلع لي ايه بقى؟ يطلع لي lower chain fatty acids، يعني دهون ال chain hydrocarbon chain بتاعتها قصيرة. واحنا متفقين ان ال hydrocarbon chains بتاعت اغلب الدهون اللي موجودة في الطبيعة طويلة، لكن ال lower chain fatty acids دول مشكلتهم بقى ان هم volatile، متطايرين، فلما بيتطايروا بقى بيعملوا bad odor او ريحة سيئة للزيت او السمنه بتاعتي، ويعمل ما يسمى بيرنسيتي. يبقى ايه اللي حصل في الهيدروليتيك رنسيتي؟ دخلت بكتيريا، يبقى البدايه من هنا، البكتيريا دخلت افرزت لايبيز، اللايبيز اشتغل على تراي اسايل جليسرول، عمل لي ايه؟ عمل لي هيدروليسيس، فطلع لي ايه بناء على الهيدروليسيس اللي حصل ده؟ لور تشين فاتي اسيدز دي متطايره للاسف فتعمل ريحه وحشه قوي. دي فكره الهيدروليتيك رنسيتي. اما فكره الاوكسيديتيف رنسيتي فهي فكره جديده. عشان يحصل اوكسيديشن فالفاتي اسيدز المفروض تبقى انساتوريتد ولا ساتوريتد؟ بتبقى انساتوريتد، عشان كده النوع ده بيكون مور كومن في الانساتوريتد فاتي اسيد. لما تحصل اكسده للانساتوريتد فاتي اسيد، هو كان بيحصل لها قبل كده ريدكشن صح؟ لما كانت بتبقى ريديوس كانت بتتحول لساتوريتد، لكن هنا يحصل لها اوكسيديشن فيخرج منها نواتج اسميها رخمه شويه. في واحده شبه لسه اللي احنا قايلينها في الهيدروليتيك، فدي مش ايه؟ مش جديده ولا حاجه، هيطلع منها برده لور تشين فاتي اسيد. بس الاوكسيديتيف بقى مش هتكتفي بخروج اللور تشين فاتي اسيد كنواتج للاوكسيديشن، هيطلع منها كمان الدهايدز، بس مش الدهايد زي بتاعت الكربوهيدرات، المره دي بنسميها فاتي الدهايد، ويطلع منها نواتج سيئه السمعه قلناها كذا مره، البيروكسايد زي الهيدروجين بيروكسايد بيروكسايدز، وبيخرج منها حاجه ليها رائحه نفاذه جدا جدا اسمها كي تونز. يبقى هي نواتج الاكسديشن بتاع الانساتوريتد فاتي اسيد هيطلع لي لور تشين فاتي اسيد زي الهيدروليتيك بالظبط، هيطلع لي ثلاث حاجات جداد، الدهايد وبيروكسايد وكيتونز. نفتكرهم كويس علشان السؤال ده مهم. فطبعا ده مش بس بيعمل باد اودر، ده كمان بيعمل طعم سيء جدا او طعم مر، بيتر تيست. وهنا يجي السؤال، هل ممكن اقلل احتماليات الاوكسيديتيف رانسيديتي؟ اه ينفع اقلل احتمالياتها. مش انت بتقول حصل اوكسيديشن؟ ببساطه شديده حضرتك تروح عامل ايه بقى؟ تروح انتي اوكسيدنت على الزيوت والسمنه زي فيتامين اي مثلا او الفينول، فالعمليه ابتداء ما تحصلش، فما تحصلش كل الكونسيكونسز او التبعات السيئه دي. ودول الكلمتين المفروض نحفظهم ونعرفهم عن الرنسيبتي. كومباوند ليبت، كومباوند ليبت هو التركيب الاساسي للدهون بس معاه مجموعه اضافيه. المجموعه الاضافيه دي قد تكون فوسفيت، ففي الحاله دي بنسميه فوسفو ليبتس، او قد تكون كربوهيدرات، ففي الحاله دي نسميها جلايكو ليبتس. الفوسفوليبيدز عبارة عن إيه؟ عبارة عن فاتي أسيد زائد كحول الكحول زائد فوسفيت. حلو الكلام، بس أنا ما وضحتش يا ترى الفوسفيت ده
عبارة عن، يا ترى الكحول ده عبارة عن ايه؟ لو الكحول ده عبارة عن جليسرول فبيظهر تصنيف جديد اسمه جليسرو فوسفو ليبيدز، يعني الفوسفو ليبيدز اللي الكحول اللي فيها جليسرول. اما لو الكحول حاجة اسمها سفينجوزين فبنسمي العيلة دي سفينجو مايلين، او ان شئنا الدقة هي اسمها سفينجو فوسفو ليبيدز، بس هو ده كان بيسمع على طول وسماه سفينجو مايلين. يبقى انا عندي اعاده تصنيف للفوسفو ليبيدز على حسب نوع الالكول اللي فيها. لو كان الالكول ده جليسرول بقت جليسرو فوسفو ليبيدز، لو كان سفينجوزين بقت سفينجو مايلين. الجليسرو فوسفو ليبيدز انا عارفه انها بتعقدكم او اساميها تبان عجيبه كده شويه، لكن هي مش عجيبه ولا حاجه، تعالوا نبسطها خالص. هو اول واحد اللي هنحفظه بس هو مين بقى؟ عباره عن فوسفاتيديك اسيد، واللي جاي كله هنشيل اسد ونبتدي بقى نرص اضافات. في ثلاثة اللي جايين دول عبارة عن فوسفاتي دايل، يعني فوسفاتيديك اسد بس معاه ايه؟ ثلاثة بقى ايد، كولين اللي بعده فوسفاتي دايل ايثانول لامين، اللي بعده فوسفاتي دايل سي رين. يبقى انا بعد فوسفاتيديك اسيد عندي ثلاثة اين، فوسفاتيدايل كولين ايثانولامين سيرين، وبعد كده في اتنين تانيين دول بقى فيهم ايه؟ فيهم الشق اول، فوسفاتيدايل انوزي تول وفوسفاتيدايل جليس رول. يبقى كيف تحفظ اسامي الجليسروفوسفوليبيدز؟ واحد عادي خالص اسمه فوسفاتيديك اسيد، بنشيل الاسيد ونبتدي نضيف ايه؟ شق اخر من الكلمات. الاول ثلاث اسامي فيهم اين، فوسفاتيدايل كولين، فوسفاتيدايل ايثانولامين، فوسفاتيدايل سيرين، وبعد كده اسمين فيهم اول، فوسفاتيدايل انزيتول وفوسفاتيدايل جليسرول. ما خلصتش عند كده، انت المفروض تحفظ الاسامي الحركيه او الاسامي الاخرى لبعض انواع النيتروفوسفوليبيد. يعني الفوسفاتيدايل كولين ده ليه اسم تاني عباره عن ايه بقى؟ قال لك والله الاسم التاني ليه اسمه الحقيقي ايه بقى؟ اسمه ليسيثين. يبقى الفوسفاتيدايل كولين ده اسمه ايه؟ اسمه ليسيثين. طب افتكر ازاي؟ بنت بتقول او ام بتقول لبنتها كولي على الليسه بتاعتك، فافتكري ان كولي دي بتاعت الايه؟ الليثسن. ايثانول امين اسمه الثاني كيفالين. طب افتكر ازاي ان اسمه الثاني كيفالين؟ ايثانول ده كحول بيطير الراس، وراس يعني كفل، كفالي يعني، يبقى كيفالين من ايثانول امين. والاسم الحركي الثالث لايبوزيتول، واضح قوي انه بينتهي بسيتول، يبقى اكيد ده فوسفاتيدايل انوزيتول. يبقى انا عليا ان انا احفظ الاسامي بالطريقه دي، كولي على اللسه يبقى ليسيثين، وايثانول بيخفف الراس كده يبقى ايه؟ كافلين، وانوزيتول تفكرك باللايبوزيتول. طيب بالنسبه لوظائف كل واحده فيهم واماكن تواجدها هنقولها السلايد الجايه ان شاء الله، بس خلونا نخلص من السفينجومايلين والجلايكوليبيدز في العيله الثانيه. بالنسبه للسفينجومايلين عباره عن ايه بقى؟ السفينجومايلين ده عباره عن فاتي اسيد وكحول اللي اسمه سفينجوزين، وطبعا في فوسفات بس مش فوسفات لوحده، فوسفو كولين. يعني الكولين اللي كان هناك ده جه برضو نطلي هنا، مع اختلاف طبعا ايه المسمى. هنا فاتي اسيد والكحول اللي اسمه سفينجوزين، وده فوسفو كولين. الفاتي اسيد لما بيمسك مع السفينجوزين يا ولاد الاثنين دول مع بعض بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ سيرا مايد، لان الربط بينهم بتبقى امايد. يبقى ما هو السيرامايد؟ الفاتي اسيد مع السفينجوزين بس ده اسمه سيرامايد، لكن بنضيف معاه كولين. يبقى هل السفينجومايلين يحتوي على كولين؟ ايوه السفينجومايلين يحتوي على كولين. من اسمه كده السفينجومايلين ده ممكن يكون موجود فين؟ ايوه صح، بيبقى موجود في المايلين جيث، يبقى موجود في البرين وموجود في النيرفس تيشو، وكمان هيبقى موجود في اللونج في الرئه. ده بالنسبه للسفينجومايلين. طب ما نروح للعيله اللي هناك دي اللي انا بضيف على الكحول بتاعي كربوهيدرات، او بضيف على الفاتي اسيد والالكول بتاعي كربوهيدرات. العيله بتاعه الجلايكوليبيدز يا اولاد زي ما انتوا قلتوا حالا، او انا قلت يعني الفاتي اسيد زائد الكول
زائد كربوهيدرات. بس نخلي بالنا ايه بقى الالكل المرة دي، قولا واحدا هو السفنجوزين، يبقى كل الجلايكوليبيدز ما فيهاش جليسرول، فيها مين؟ فيها سفنجوزين، يبقى هنا الكحول سفنجوزين. مين هم اعضاء عيلة الجلايكوليبيدز؟ هم ثلاثة. انا بفكر نفسي ان الجي فور جي، يعني اول واحد منهم هو اللي بفتكره اللي هو الجانجليو زايدز. خلاص، والجانجليوزايد لما بفتكرها بفتكر ان في كلمه عن نفس الوزن اسمها السريبرو زايدز، وبعدين سلفا تايدز. يبقى جانجليوزايد، سريبرو زايدز، سلفا تايدز، هم دول الثلاث انواع من الجلايكو ليبيدز اللي هنتكلم عنهم برضو بعد شويه بالتفصيل. يبقى دعونا نتحدث عن الجليسروفوسفوليبيدز كاماكن وكوظائف. الجليسروفوسفوليبيدز اتفقنا انها عيله او تفريعه من جوه الفوسفوليبيدز، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاتي. كان بقى ممبر موجود في العيله دي؟ موجود اول واحد، ها، فوسفاتيديك اسيد، بخط كبير كده نكتب فوسفاتيديك اسيد. حلو الكلام. بعد كده فوسفاتيدايل، ها، سيرين، فوسفاتيدايل كولين، فوسفاتيدايل إيثانول أمين. وبعدين ندخل في الاثنين اللي بعديهم، مين ومين؟ فوسفاتيدايل جليسرول وفوسفاتيدايل إينوسيتول. مين بقى اللي قال لحضرتك ان انت المفروض تحفظ تركيب كل واحد فيهم بقى وتتعب نفسك؟ انت هتحفظ الفوسفاتيديك اسيد بس. الفوسفاتيديك اسيد عبارة عن جليسرول واتنين فاتي اسيد زي ما قلنا في البدايه خالص، ومعاهم فوسفات. المعلومه الزياده اللي هتعرفها بس ان الاتنين فاتي اسيد دول فيهم واحد ساتيوريتد واحد ان ساتيوريتد، يبقى ده تركيب الايه؟ الفوسفاتيديك اسيد. واللي جاي كله بقى هو الفوسفاتيديك اسيد ومعاه حاجات تانيه. يبقى ما هو الفوسفاتيدايل سيرين؟ عباره عن جليسرول، مش هنكتب بقى او نكت جليسرول، زائد اتنين فاتي اسيد، كلمتي ما تنزلش الارض ابدا، زائد فوسفات، زائد سيرين ده ايه؟ اوعى تنسى سيرين ده حمض اميني، ها، الكولين جليسرول واتنين فاتي اسيد وفوسفات وكولين، نفس بالظبط الفوسفاتيك اسيد، جليسرول واتنين فاتي اسيد وفوسفات وايثانول امين، ها ها ها، جليسرول تاني. يبقى انا عندي اتنين جليسرول في الفوسفاتيدايل، جليسرول الاساسي اهو اللي هو كان في الاول، وجليسرول في الاخر اهو بالنسبه للجليسرول، جليسرول واتنين فاتي اسيد وفوسفات وإينوزيتول. ايه بقى اللي بيتحفظ هنا؟ مفيش حاجه بتتحفظ، انك تحفظ بس الفوسفاتيديك اسيد، وبعدين بتروح حاطط اسم ايه؟ المجموعه الاضافيه دي. طب الاماكن يا دكتوره، الاماكن متعبه شويه. لا حضرتك سيبك من الفوسفاتيديك اسيد، ما ذكرش الاماكن بتاعته، وبعد كده راح رصص لك فيهم كلهم قولا واحدا سيل ميمبرين، ما عدا اول واحد واخر واحد، او الجليسرول يعني الفوسفاتيك اسيد والجليسرول ما ذكرهمش. بعد كده هتقول كله يبقى وانت مغمض تقول سيل ميمبرين، يلا سيل ميمبرين سيل ميمبرين سيل ميمبرين سيل ميمبرين، كله تقول سيل ميمبرين. هو مش الجليسرول بس برضه هو موجود في الايه؟ في السيل ميمبرين. طيب هو مش كلهم بس يا دكتورة في سيل ميمبرين، في حاجات تانية زيادة. أيوة، في حاجات قال إن هي موجودة في البلازما ميمبرين. مين اللي قال بقى إن هو موجود في البلازما ميمبرين؟ فاكر الأسامي الحركية؟ فاكر كولين ده كان اسمه إيه؟ نكتب على جنب كده كان اسمه إيه؟ كان اسمه لاسيثين، كولي على اللثة، صح؟ لاسيثين. وفاكر إيثانول أمين ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه كافيلين، لانه كان بيخفف الايه؟ الدماغ، بيخلي الدماغ خفيفه. فالاثنين ذوي الاسامي الحركيه دول اللاستين والكافلين، هنلاقي مع السيل ميمبرين كمان ان هم موجودين فين بقى؟ موجودين في البلاد بلازما، موجودين في البلاد بلازما. يبقى نكتب هنا بلاد بلازما ونكتب هنا بلاد بلازما. حلو يا دكتور، احنا كده حفظنا كلهم سيل ميمبرين وفي الاثنين ذوي الاسامي الحركيه في البلاد ايه؟ بلازما. طيب هل في حاجه تانية مخصصه زياده كده شويه؟ قال لك الليسيثين ده بصراحه في اماكن تانية كلها بحرف ال، اللي هو ايه بقى؟ مع الاماكن الاساسيه موجود في الليفر وموجود في اللونج. هكذا تحفظ اماكن
الجليسرو فوسفو ليبيدز وتركيبتها. اتفقنا؟ نفتكر ازاي الفانكشنز اوف فوسفوليبيدز. بصوا مبدئيا كده لازم نتكلم على طبيعه الفوسفوليبيد اللي بتختلف عن اغلب الايه الليبيدز الثانيه. الفوسفوليبيدز مثلا لو بصينا في التركيب بتاعها هنلاقيه اساسا لازم يكون فيه، اتفقنا، بيكون فيه جليسرول صح مع 2 فاتي اسيد مع فوسفيت مع مجموعه اضافيه زي مثلا الكولين او السيرين او الايثانولامين صح. طيب تعالوا نبص كده في التركيب ده. الجليسرول ده بولر، الفاتي اسيد تعتبر نون بولر لانها بيبقى لونج تشين فاتي اسيد، الفوسفيت بولر، الكولين بولر، السيرين بولر، ايثانولامين بولر. يبقى ده صحيح من ضمن الدهون لكن في كميه بولر جروبس كتيره جدا، فعشان كده اقدر اقول بالفم المليان ان الفوسفوليبيد ده امفي باثيك، لان هو فعلا اكتر نوع من الدهون مليان بولر جروب، مجموعات قطبيه، يبقى هو فعلا جامع بين كونه بولر وكونه نون بولر، فده بيديله ميزات كتيره جدا. ايه بقى وظائف الفوسفوليبيدز دي؟ نفتكرها ازاي؟ نفتكرها من كلمه فوسفوليبيد نفسها اللي هي اختصارا بتبقى بي ال، والباقي لو افتكرته تبقى حكيم، حكيم زمانك، تبقى ايه؟ حكيم. يبقى ده اللي هنفتكر بيه وظائف الفوسفوليبيدز. البي تفكرني بانها موجوده في البلازما لايبو بروتينز. وانها تدخل في تصنيع البليتلت اكتيفيتنج فاكتور، هنتكلم دلوقتي على البليتلت اكتيفيتنج فاكتور. طيب ال تفكرني انها بتدخل في تصنيع ما يسمى باللونج سيرفاكتنت. ال H هيدروتروبيك، عندها قدرة على امتصاص المية، هيدروتروبيك. ال A امفيباثيك اللي احنا لسه متكلمين عنها من شوية. ال C موجودة في السيل ممبرين. ال E الأولانية بتصنع أو بتدخل في تصنيع الأيكوزا نويدز، وال E الثانية تعتبر عامل يساعد على الاستحلاب أو emulsifying factor. الـ M mediator لشغل الهرمونات، mediator for hormones. تاني وظائف الفوسفوليبيدز نجمعها في كلمة اختصارات فوسفوليبيد بي ال. البي تفكرني بالبلازما لايبوبروتينز وبالبليتلت اكتيفيتنج فاكتور، ال ال تفكرني باللونج سيرفاكتنت، والباقي حكيم. اتش هيدروتروبيك يعني عنده قدرة على امتصاص المية، امفيباثيك يعني في جزء بولر وجزء نون بولر، سي موجود في السيل ممبرين، اي بيصنع الايكوزانويدز، اي الثانية ايمالتيفاينج او بيساعد على الاستحلاب، والام ميدياتور او وسيط فور هرمونز. هنقول حاجه غير العناوين في الحته دي، هنقول بس في حته اللانج سيرفاكتنت لازم ابقى عارف تركيز او تكوين اللانج سيرفاكتنت ده عباره عن ايه بالظبط. اللانج سيرفاكتنت ده معمول من لاسيثين لكن معاه اثنين بالماتوليك اسيد، فاثنين بنسميه داي بالماتويل لاسيثين. نحفظ يا دكتوره ان هو معمول من داي، يعني في ام زياده، داي بالماتويل لاسيثين. ونحفظ ان اللانج سيرفاكتنت ده لو مش موجود في رئه الطفل والطفل اتولد قبل ما يتكون كفايه او عنده فيه مشكله، هيحصل له ريسبيراتوري ديستريس، يعني ايه مشكله في التنفس بتاعه، هيبقى مش عارف يتنفس كويس، ريسبيراتوري ديستريس. يبقى مهم في اللانج سيرفاكتنت نعرف طبيعته الكيميائيه ان هو داي بالماتويل لاسيثين وان نقصه يؤدي الى ريسبيراتوري ديستريس. مطلوب مني اعرف ايه تاني يا دكتوره في بقيه الوظائف؟ مطلوب مثلا اعرف ايه هو البليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده؟ البليتلت اكتيفيتنج فاكتور يعني منشط لتجمعات البليتلت، يعني مهم فور كواجيوليشن، مهم ليه عامل الايه؟ التجلط. وطبيعه البليتلت اكتيفيتنج فاكتور الكيميائيه انه يحتوي على حاجه اسمها بلازمالوجين، اكتفي بهذا القدر بالنسبه للجزء ده. البليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده عامل مهم للتجلط لانه بيساعد على تجمع البليتلت، وطبيعته الكيميائيه ايه؟ عباره عن بلازمالوجين. طيب مطلوب مني اقول حاجه ثانيه، قلت في اللانج سيرفاكتنت وقلت في البليتلت اكتيفيتنج فاكتور، يعني ايه هيدروتروبيك؟ يعني يقدر يمتص ميه. طب ايه الميزه في كده؟ انه مثلا بيمنع تراكم الكوليستيرايل ايسترز، خلاص
الكوليسترول الاسترز لما بتتراكم وتنشف ممكن تعمل حصوات من الكوليسترول او حصوات من الكوليسترول، معلش ترجمة تاني، حصوات الكوليسترول دي عادة بتحصل في الجول بلادر، بتحصل في الجول بلادر او في المرارة. خلاص ده بالنسبة لدوره كهيدروتروبيك، بيمنع تكوين حصوات بسبب ان هو يسحب مية ناحية الايه، ناحيته، ناحيه المكان اللي هو بيكون فيه. امفيباتيك هتقولي الكلمتين اللي قلناهم في المقدمه هنا فوق، ان هو فيها مجموعه بولر زي الكولين والسيرين والايثانولامين، وبالتالي لما بيتحطوا في وسط مائي بيعملوا حاجه اسمها ماي سيلز. يعني ايه ماي سيلز؟ يعني الاجزاء النون بولر تبقى جوه والاجزاء البولر لي بره. ده اللي هنقوله في الحته بتاعت الامفيباتيك، مش هنقول حاجه في السيل ميمبرين، مش هنقول حاجه في الايكوزانويدز. في الامالسيفاينج فاكتور هنقول بس ان كونه يعني استحلاب، يعني بيقدر يقسم الدروبلت الكبيره او سوري الدروب الكبيره او جزء كبير من الفات لاجزاء صغيره، دروبلت صغنطوطه خالص خالص، مما يساعد على هضمها وامتصاصها، يساعد على الدايجستشن اند ايه اند ابزوربشن. ده اللي هنقوله في الامالسيفاينج فاكتور. مهم حاجه ثانيه دكتوره؟ لا خلاص، هي الفانكشنز اوف فوسفوليبس تتحفظ بهذه الطريقه. الرسمة دي بتوضح ماسكة الجليسرين في الفاتي أسيد والفوسفيت بتاع الفوسفوليبيدز وإزاي ممكن تتكسر. الأزرق ده يا ولاد الهيكل الأزرق ده هو الجليسرين. الجليسرين فيه ثلاث أو اتش، الأو اتش الأولانية ماسكة في أول فاتي أسيد، الأو اتش الثانية ماسكة في ثاني فاتي أسيد، والأو اتش الثالثة ماسكة في الفوسفيت، وبعدين الفوسفيت ماسكة في المجموعة الإضافية سواء كانت كولين أو سيرين أو وات ايفر. طيب في فوسفولايبيزز أو إنزيمات ممكن تكسر الفوسفوليبيدز كالآتي. فوسفولايبيز A1 بيفصل الجليسرول عن أول فاتي أسيد عشان كده سميناه A1. لو اتفصل الفاتي أسيد الثاني عن الجليسرول بنسميه الإنزيم ده فوسفولايبيز A2، يبقى فوسفولايبيز A1 فوسفولايبيز A2. طب لو فصل الجليسرول عن الفوسفات ده يبقى اسمه فوسفولايبيز C. طب لو فصل الفوسفات عن الأديشنال جروب هيبقى اسمه فوسفولايبيز دي، وده مش موجود عندنا لكن موجود في بعض البلانتس. يبقى انا عندي كام فوسفولايبيز؟ A1 A2 C و-D، لكن دي ده مش في الهيومن كايند. في حته كلينيكال هنا ريليتد بيقول لك ان لما بتحصل قرصه من التعبان، سم التعبان او سنيك فينم بيحتوي على انزيم اسمه ايه بقى الانزيم ده؟ اسمه ليسيثينيز. ليسيثينيز، ايه الليسيثينيز ده بقى؟ الليسيثينيز ده بيشبه جدا جدا الفوسفولايبيز A2، يعني يكسر فين؟ يكسر في هذه المنطقة، وتحديدا على انهي فوسفوليبيد، واضح من اسمه بيشتغل على انهي فوسفوليبيد، بيشتغل على ببساطة بيشتغل على الليسيثين. فلما يطير فاتي اسيد رقم 2 من الليسيثين يتحول الليسيثين لمركب اسمه لايسوليسيثين. لايسوليسيثين، يبقى الليسيثينيز اللي في سم التعبان بيحول الليسيثين الى ايه؟ الى لايسوليسيثين. وطبعا اللايسوليسيثين ده اقل كفاءه بكتير جدا من الليسيثين، واحنا فاكرين ان الليسيثين كان موجود في اماكن كتيره من ضمنها السيل ممبرين، وقلنا تقريبا كلهم موجودين في السيل ممبرين. طيب لما مين اكتر سيل ممبرين تتاثر؟ اكتر سيل ممبرين تتاثر هي السيل ممبرين بتاعه الار بي سيز بتاع الشخص طبعا اللي ايه اللي اتقرص. فاللايسوليسيثين اللي في السيل ممبرين ده لما يتحول للايسوليسيثين الار بي سيز تفقد شكلها البايكونكيف وتبقى اكثر عرضه للهيموليسيس او التكسير، والشخص ده ممكن يموت من هيموليسيس اوف ار بي سيز. يبقى ممكن يجي لك اون بايوكيميكال بيز اكسبلين او اشرح ليه السنيك فينم بيكون فيتال او ليثل، ليه سم التعبان بيكون قاتل، وده كان الشرح لانه يحتوي على الليسيثينيز اللي بيحول الليسيثين في الار بي سيز في السيل ميمبرين اوف ار بي سيز الى لايسوليسيثين، فده يؤدي الى تكسير في كرات الدم الحمراء. الجلايكوليبيدز الثلاثه يتذكروا بهذه الطريقه. ايه هي الطريقه دي بقى؟ مقارنه ما بين الثلاث انواع. هما الثلاث انواع بتوع جلايكوليبيدز كانوا ايه؟ كانوا الجي بتفكرني بالجي يبقى جانجليوزايدز، وقبل ما افتكر جانجليوزايدز ارص اثنين على نفس وزنها سيرابروزايدز وسلفاتايدز. طيب تعالوا نقارن بين الثلاثه اولا فيما يخص الفاتي اسيد اللي موجود، واحنا عشان بس ما ننساش الجلايكوليبيدز دي كانت ايه بسرعه كده على جنب نكتب، كانت عباره عن فاتي اسيد صح، وكانت عباره عن الكحول، والالكول كان قولا واحدا مين؟ كان سفينجوزين صح، وكان في نفس الوقت ايه كربوهيدرات راديكال كارب معانا. طيب الجانجليوزايدز بقى يا ترى الفاتي اسيد بتاعها مميز في حاجه؟ قال لك اه، الجانجليوزايدز فيها عاده الفاتي اسيد بتاعها فيه 18 كربونه، زي مين مثلا؟ خدنا مثال قبل كده زي الاوليك ايه اسيد.
طيب بالنسبة للسيريبروزايد، السيريبروزايد لو تاخد بالك من كلمة سيريبرو كده يعني فوق على مستوى البرين، وحاجة عالية كده وراقية، يبقى أكيد الفاتي أسيد اللي فيها برضو عالي، عدد الكربونات فيه كتير. عدد الكربونات اللي في السيريبروزايد 24 كربونة، زي مين مثلا خدنا 24 كربونة؟ فاكرين النيرفونيك أسيد؟ أيوه النيرفونيك أسيد مثلا. وفي واحد اسم على مسمى خالص هو اسمه سيريبروزايد، فهو اسمه إيه؟ سيريبرونيك اسيد، برضو موجود 24 كربونه، وفي لجنوسيريك اسيد 24 كربونه. السلفاتايدز دي انا اسميها القلوده، بتقلد السيريبروزايدز اللي قبلها مباشره، يعني اغلب الفاتي اسيدز اللي فيها برضو 24 كربونه. يبقى ده بالنسبه للفاتي اسيد. طب بالنسبه للالكول، مش محتاجه انا بهني اقول لك ان الثلاثه الالكول اللي فيهم هو سفينجوزين، علشان تعرف ان هي مكمله هنا. طيب بالنسبه ل الكربوهيدرات راديكال في الجانجليوزايد، جانجليو بالعربي يعني عقده، فهو ايه الكربوهيدرات راديكال بتاعه معقد زي اسمه كده بالظبط. هتلاقي فيه مثلا جلوكوز، ممكن جالاكتوز زائد امينو شوجر زائد مركب معقد اسمه نانا، اختصار لكلمه ان اسيتايل نيورامينيك اسيد. فهو الكربوهيدرات راديكال في الجانجليوزايد معقد، عشان تفتكر ان الجانجلين يعني عقده، يعني بيبقى معمول من اكتر من حاجه كده، جلوكوز على جلاكتوز على امينو شوجر على نانا. بينما السيريبروزايدز بيبقى عاده يا جلوكوز يا جلاكتوز، الراجل واضح ومحدد. لو جلوكوز بنسميهم جلوكوسيريبروزايدز، لو جلاكتوز مش محتاجه انا بقى اسميهم جلاكتوسيريبروزايد. طب ماذا تتوقع عن السلفاتايدز؟ فهمتك انها قلوده صح، يبقى هيبقى برده ايه زي السيريبروزايدز، نفس الايه نفس الشيء، وعادة بيكون اللي فيها أكتر كمان جالاكتوز. طيب الأماكن بتاعتهم ما ذكرش بشكل خاص غير السيريبروزايت، وقال لك إن هي طبعا سيريبرو يعني برين، يعني أكيد موجودة في البرين كتير، وما ذكرش هنا حاجة محددة ولا هنا حاجة محددة. طيب أما أنا حاطة الخانة الأخيرة دي لإيه؟ أصل أكيد السلفاتايد مش هيبقى قلول للدرجة دي، وإلا كان يبقى اسمه على طول إيه، نضمه على تبع السيريبروزايت. أكيد في حاجة مميزة، ما هي مميزة في اسمه سلفا. يبقى ايه اللي موجود يا ترى في السلفاتايدز مش موجود في السيريبروزايد؟ موجود سلفيت جروب، مجموعه سلفيت. مجموعه السلفيت دي ماسكه في مين بقى؟ قال لك ماسكه في الاو اتشايه بتاعه الكربون رقم 3 بتاعه الايه الجالاكتوز. يبقى هي الجلايكوليبيد بتتاخده بالطريقه دي. نقارن الفاتي اسيد، طبعا الكحول كده كده سفينجوزين، ونفتكر ان الجانجليوزايد معقد فالسكر اللي فيه معقد، السيركوزايد واضح ومحدد، جلوكوز وجالاكتوز والسلفاتايد قلود، باستثناء ان السلفاتايد سلفا، يبقى فيه سلفيت جروب ماسكه فين؟ في سي 3 بتاعت الجالاكتوز. طب ده بالنسبه للمقارنه بين الثلاثه. ايه بقى فايده الجلايكوليبيدز؟ قال لك الجلايكوليبيدز كفايده عامه موجوده، فاكرين الجليسروفوسفوليبيدز او الفوسفوليبيدز بوجه عام كانت موجوده فين كتير؟ دايما نقول لازم تكون موجوده فين؟ موجوده في السيل ميمبرين برضو. السيل ميمبرين برضو، يبقى اول فايده ليهم ان هم موجودين في السيل ميمبرين. نكتب بقى في السيل ميمبرين. وفي بقى الباقي متوقع جدا جدا، هو يعني سيريبروزايدز والكلام ده احنا سائلين ان هم موجودين فين؟ اكيد موجودين في البرين، وموجودين برضو في المايلين شيث، لان عاده كل الكونجيجيتد ليبيدز يعني اللي فيها سفينجوزين بتبقى موجوده في المايلين شيث. دي الثلاث اماكن اللي بتبقى موجوده فيها. وراح مركز لك ان على السيل ميمبرين بتعملوا ايه يا جلايكوليبيدز على السيل ميمبرين. قال لك والله احنا بنستقبل هرمونات، يبقى بيشتغلوا كريسبتورز تو هرمونز هرمونز. وايه كمان؟ قال لك احنا بيتعرف علينا من خلال، بيتعرف على الخلايا بتاعتنا من خلالنا، او هم كمان بيتعرفوا على خلايا تانية. فالجلايكوليبيدز برضو نبيها كده وبايه، وبتتعرف، بتساعد على تعرف على خليتها وخلايا اخرى، بنسميها ريكوجنيشن بروبرتيز. يبقى ار ار ريسبتورز وريكوجنيشن بروبرتيز، وده اللي المفروض تعرفه في الجلايكوليبيدز. قبل ما ادخل في الدرايف ليبيدز، في معلومتين يخصوا الكونجيجيتد ليبيدز مهم ان احنا نقولهم، لان ممكن تتسال فيهم في الام سي كيو. فاكرين المركب اللي اسمه سيراميد؟ جبنا سيرته صح. ما هو السيراميد؟ فكرني كده. السيراميد كان عباره عن كحول اسمه سفينجوزين، والكحول ده كان معاه
فاتي اسيد ماسك فيه بأمايد جروب، فسميناهم مع بعض ايه؟ سيراميد. مين هي المركبات اللي بتحتوي على السيراميد؟ مركب مشهور جدا جبنا اسمه اللي هو السفينجوميلين من عيلة الفوسفوليبيدز، وعيلة كاملة من الكونجوجيتد ليبيدز اللي هي الجلايكوليبيدز. كل الجلايكوليبيدز بتحتوي على سيراميد، بما ان اتفقنا ان كلها فيها سفينجوزين وفاتي اسيد يبقى كلها فيها سيراميد. طيب مين بقى السفينجوزين ده؟ السفينجوزين لو تاخد بالك معايا اللي هو هنا في المركب، نجيب لون تاني عشان نعلم على دي، واخد اسم سفنجانين، يبقى السفنجوزين هو السفنجانين. كان عبارة عن بالماتيك اسيد لكن ضفنا عليه كو اي فبقى اسمه بالماتويل كو اي وسيرين. يبقى لما يسألك هل السيراميد داخل فيه بالماتيك اسيد هتقول له ايه؟ هتقول له اه داخل فيه، مش داخل فيه سفنجوزين، والسفنجوزين السفنجوزين داخل فيه بالماتيك اسيد داخل فيه. طب هل داخل فيه سيرين اللي هو حمض اميني؟ اه كلهم داخل فيهم سيرين لانه داخل في تصنيع الايه؟ السفنجوزين. فدي نقطة مهمة جدا، ان السفنجوزين بعد كده اللي بيمسك فيه فاتي اسيد هنا ويحوله لدايهيدروسيراميد، وبعد كده يحصل له ديساتوريشن ويوصل لسيراميد، بدا ابتداء من الايه؟ من بالماتيك اسيد وسيرين، عشان الام سي كيو لسبس بالتفصيل صعب جدا جدا تجي لك سؤال شورت، لكن ده اللي تركز فيها او دي الحته اللي عايزاك تركز فيها بالنسبه للام سي كيو. ايه تاني جزئيه مهمه في الكونجيجيتد ليبيدز؟ على الفوسفوليبت جبنا سيرة مركب اسمه ايه؟ كان اسمه فوسفاتيدايل اينو سي تول. فاكرين اسمه الحركي؟ ايوه لايبوزيتول. المركب ده احيانا يضاف عليه اتنين فوسفات في بوزيشن نمبر 4 وبوزيشن نمبر 5، فياخد اسم تاني PIP2. يعني ايه؟ يعني فوسفاتيدايل انيزيتول 4-5-بيس-فوسفيت. يعني في اتنين فوسفيت في المكان ايه؟ 4 و5 الى جانب الفوسفاتيدايل انيزيتول. وقال لك ان هذا المركب بيشتغل كسكندري ماسنجر. يعني ايه سكندري ماسنجر بقى؟ لما تاخدوا ان شاء الله الهرمونز هتفهموا ان عشان الهرمون يشتغل على اي سيل، بافتراض كده هكتبها بجنب كده باللون الاصفر مثلا، هعتبر ان دي السيل بتاعتي خلاص. الهرمون احيانا يجي مش عارف يدخل الخليه فيصحصح كده مثلا حاجه بنسميها ساعتها برايمري ماسنجر او الرسول الاولي برايمري ماسنجر. الحاجه دي تبعت اشاره لرسول ثانوي بنسميه سكندري ماسنجر علشان الهرمون يؤدي وظيفته. احيانا الهرمون ما بيعرفش يؤدي وظيفته بشكل مباشر، بيحتاج مجموعه من الرسل الكيميائيه علشان يؤدي وظيفته. اول واحد هيصحيه بنسميه برايمري، تاني واحد هيصحيه بنسميه سكندري ماسنجر. احيانا بيكون السكندري ماسنجر ده هو البي اي بي 2، بيتكسر بطريقه معينه وبيعمل كسكندري ماسنجر. ده بس اللي عايزاكم تعرفوه في القصه بتاعه البي اي بي 2. وصلنا اخيرا الى اخر مجموعه في الدهون اللي عندنا النهارده، وهي الدهون المشتقه اللي هي دهنواتك تكسير يا مشتقات من الانواع الاخرى الفات او الايه الكونجيجيتد. كسر الفات او الكونجيجيتد ليبيدز يدوك درايف ليبيدز، او خرج منهم حاجات كده معينه يبقى اسمهم درايف ليبيدز. وقلنا ان ثلاث امثله المهمين هنجمعهم في اختصار كلمه كاردي فاسكولار سيستم، يعني سي في اس. الاس فور ستيرويدز، والسي على نفس الوزن كاروتي نويد، والفي فيتامينز. انهي فيتامينز؟ الفات سوليبل فيتامينز اللي هم مين بقى؟ اللي هم الاي والدي والاي والكي، او اللي بنجمعهم في كلمه اريك، الفيتامينز اللي بتدوب في الدهون. يبقى انا عندي كاروتينويدز، فات سوليبل فيتامينز، وستيرويدز. طب لو قال لك من الدرايف ليبيدز فاتي اسيد تقول له صح ولا غلط؟ اه طبعا صح. مش احنا بنقول نواتج تكسير؟ وانت لما كنت بتكسر الترايسايل جليسرول كان بتحصل على ايه؟ مش على فاتي اسيد؟ مش بس الترايسايل جليسرول، سلفوسفوليبيدز او واتيفر. كمان لو قال لك الالكهول يعتبر من الدرايف ليبيدز اقول له اه مش نواتج تكسير، صح برضه. بس انا اللي يهموني او هنعمل عليهم تركيز شويه هم الستيرويدز والفيتامينز، مش هنركز عليهم هنقول عليهم اساميهم بس، والكارتينويدز. طيب ما تيجوا نبدا بالكارتينويدز اللي هي اخر حته في الشابتر عشان ما نرجع لهاش تاني. هنقول ايه بقى عن الكارتينويدز؟ ما هي الكارتينويدز؟ الكارتينويدز هي عبارة عن صبغات،
يبقى لازم اول معلومه تعرفها عن الكاروتينويدز ان هي بيجمنتس. بيجمنتس لونها ايه يا دكتوره؟ لونها كده زي يعني ما بين الاصفر وما بين الاحمر، او يعني يلو تو ريدش. خلاص يعني اورنج دكتوره، بس احفظها ان هي ايه، صفرة محمره كده، from ايه يلو تو ريدش، دي درجات من الالوان بتاعتها. طيب هل هي دورها الوحيد ان هي صبغات موجوده مثلا في البلانتس عشان تدي لون للبلانتس زي لون الابريكوتس ولون الجزر والكلام ده؟ لا، ولا ليها فوائد اخرى غير كونها بيجمنت؟ لا، ليها فوائد في منتهى الاهميه. غير ان هي صبغه وملونه، هي البريكيرسر او الماده اللي بيتصنع منها فيتامين في منتهى الاهميه، هو فيتامين A. جميل جدا. هنا بقى لازم تعرف هو انا عندي كام نوع من الكاروتينويد او كام نوع من الكاروتين. عندك ثلاث انواع حضرتك، الفا وبيتا وايه وجاما. الفا وبيتا وجاما، اقوى واحد فيهم هو البيتا لانه بيدي اتنين فيتامين A. خلاص، بينما الالفا والجاما كل واحد فيهم بيدي واحد فقط. فلما يجي لك في الام سي كيو يسالك مين اقوى واحد، مين الموست بوتنت فيهم، هو البيتا لانه بيدي اتنين فيتامين A بدل، لكن الالفا والجاما بيدوا واحد فقط. طيب هل هم بس موجودين كلون او فيتامين A؟ لا، كمان ده ليهم دور ظريف جدا كمضادات للاكسده، انتي اوكسيدنت. وقد تم ذكر مضادات الاكسده قبل كده مع الجلوتاثيون اللي قلناه في محاضرات الامينو اسيد بدوس على الجرح بتاعك لو مش فاكر، وقلنا مضادات الاكسده دي تمنع وجود بعض الاكسجينات السوبر اكتيف اللي بنسميها الروس رياكتيف اوكسجين سبيتشز، اللي ممكن تدخل الخليه في عواقب احنا مش قدها. وبالتالي فيتامين الكاروتينويدز يعني بتعتبر من البوتنت او من الانتي اوكسيدنت القويه جدا جدا. وقال لك ان مضادات الاكسده دي اتفقنا قبل كده ان هي لما بتوقف الروس دول بتمنع الكانسر، لان التفاعلات اللي ممكن يدخل فيها الاكسجين الهايبر اكتيف ده ممكن تدخل الخليه في كانسر، وممكن تبتدي تعمل تصلب شرايين، لان عمليه بدايه تصلب الشرايين بتبدا بعمليه اوكسيديشن، فعشان كده برضو بتحمي من الكورونري هارت ديزيز او امراض الشرايين التاجيه. يبقى كانسر اس سي والكورونري هارت ديزيز سي. يبقى مضادات اكسده A وفيتامين A انتي اوكسيدنت وفيتامين A، وهي كده كده انتوا عارفين انها بيجمنت. وبالتالي ممكن تقول في الاخر بقى ان هي ايه، بتحسن المناعه ضد الانفكشنز، بس دول الاهم. ده كل اللي عايزه من كلمه كاراتينويدز، ان هي صبغات صفراء محمره موجوده في البلانتس. مش موجوده عندنا طيب ولا موجوده؟ لا، موجوده برضو عندنا طبعا في الهيومن، وموجوده في اللبن، وموجوده في الميلك، والحاجات اللي لونها اصفر زي الباستر مثلا والايج يوك. ولما كان بيقول لك في مقدمه الكتاب عندك في الليبيدز، وما قلناش احنا في المحاضره، ان الدهون ان السمبل او النيوترال فاتس بتبقى كارلس ملهاش لون، بس انت بتشوف الزيت مسفر او السمنه مسفره، منين جه اللون ده؟ جه اللون ده من وجود الكاروتينويدز، لانها دايما بتبقى مرتبطه معاها، يبقى هي اللي بتدي السمنه والزيت اللون الاصفر بتاعهم. ده اللي عايزه من الكاروتينويدز. نركز بقى على الاستيرويدز. ما هي الاستيرويدز؟ نجيب لون تاني كده. الاستيرويدز هي عباره عن مركبات تحتوي على حاجه اسمها ستيرويد نيوكليس. ما هي الستيرويد نيوكليس؟ الستيرويد نيوكليس هي اربع حلقات فيوزد مع بعض، اربع حلقات سداسيه، ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه والرابعه دي خماسيه. خلاص، يبقى فيها كام كربونه بقى؟ لما تعدها هتلاقي 17 كربونه، لا تعنينا، بس انا بقى عارف ان الستيرويد نيوكليس دي عباره عن ثلاث حلقات سداسيه بالترتيب ده، والحلقه الاخيره خماسيه، فبنسميها ستيرويد نيوكليس. مين هي المركبات الستيرويد دي؟ عباره عن ايه بالظبط؟ قال لك انا بلاقي منهم ثلاث انواع، يا كحوليات فيها ستيرويد فنسميها ستيرولز، يا احماض بس مش هنسميها ستيرويد اسيدز بقى، بنسميها بايل اسيدز، أو هرمونات فنسميها ستيرويد هرمونز. يبقى أين توجد الستيرويدز؟ توجد في ثلاث أماكن، في شكل كحوليات ستيرلز، في شكل أحماض بايل أسيدز، ستيرويد هرمونز. مش مستاهل إن يا جماعة في كلمة بس اللي غاوي تجميع كلمات أو بينسى، فافتكر إن أنت على آخر الشابتر بيكون عقلك ساح. S A H، الـ S for ستيرلز، الـ A for أسيدز، والـ H for هرمونز، بس مش مستاهلة فعلا. اللي يهمني فيهم قوي 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 هو الستيرلز، اللي هنعمل عليها زوم ان اكتر. الستيرولز دول قال لك والله هي كحوليات فيها ستيرويد نيوكليس،
جميل جدا. في منهم كام نوع؟ قال لك في منهم نوع موجود في الحيوانات فنسميه زو ستيرول بالنسبة لحيوان، وفي نوع موجود في البلانتس لكلمة بلانتس يعني فايتو ستيرولز، ونوع موجود في الفطريات فنسميه مايكو ستيرول. يبقى هي كام نوع من الستيرولز؟ زو وفايتو ومايكو. زو وفايتو ومايكو، مين اللي يهموني؟ بتوعنا احنا. إيه؟ ما اقصدش حاجه يعني، اقصد ان احنا بني ادمين نعتبر تبع ايه يعني الزو ستيرولز دول. مين بقى اشهر زو ستيرول موجود؟ اللي هو الكوليسترول او الكوليسترول اللي بقى يهمني قوي، اللي سمعته سيئه جدا ده، اللي هو الكوليسترول يعتبر من الزو ستيرول تبع الستيرولز تبع الستيرويدز. شفتوا الدنيا ضيقه ازاي؟ طيب ماذا عن امثله الفايتوستيرول؟ مدي لك مثال اسمه سيستوستيرول، عاده ما بيسالش عليه في الام سي كيو يعني. والمايكوستيرول عندك مثال اسمه ايرجوستيرول. يبقى تاني عشان نبقى فاهمين، ايه الارجوستيرول؟ ده المايكوستيرول تبع الكحوليات اللي فيها ستيرويد تبع الستيرويدز تبع الدرايف ليميتس، هي تتحفظ كده كتقسيمه. هنسيب بقى كل الهيصه دي وندخل على الكوليسترول. ايه مصادر الكوليسترول في الاكل او الاكزوجينس سورسز؟ المصادر الغنيه بالكوليسترول بتكون زي البيض، زي الزبدة، زي اللحوم الحمراء كلها. طيب ما ينفعش زيوت يا دكتورة؟ لا، أي مصدر نباتي ما فيهوش كوليسترول. الكوليسترول ده كحول موجود في الانيمال تيشوز فقط. عشان كده ربنا يرحمه يا رب استاذنا دكتور رشيد كان بيتريق على الاعلانات اللي يطلع لك ازازه الزيت يقول لك خاليه من الكوليسترول. طب ايه الابداع في كده؟ ما هي كل الزيوت خاليه من الكوليسترول لان مفيش كوليسترول في البلانت اصلا، فدي الاكزوجينس سورسز. طيب هل انا في جسمي ممكن اصنع كوليسترول؟ ايوه بصنعه في مكانين. ايه هم المكانين دول؟ في الليفر وفي الانتستين. طيب تعال نشوف الفورمز والنورمال ليفل. الكوليسترول ممكن يكون في الصوره الحره بتاعته اللي احنا بنسميه فري كوليسترول، مش شابك في حاجه خالص، وده بيكون 27 كربونه، وممكن يعمل ايه رياكشن كده مع فاتي اسيد. ففي الحاله دي طبعا احنا عارفين كحول، هو اصلا كوليسترول ده كحول، فيبقى اسمه كوليسترول ايستر، ودي الصوره الثانيه من الكوليسترول. طيب بالنسبه للنورمال ليفل مهم جدا جدا تحفظه، من 120 ل 200 ملي جرام بير دي سي لتر، ده مستوى الكوليسترول الطبيعي في دمك 120 ل 200 ومش المفروض يزيد عن ال 200. طيب الامبورتنس بتاع الكوليسترول، عندك اربعه اهميات في جسمك اتقالوا للكوليسترول. فاكرين يا اولاد اصلا احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الدرايف ليبيدز، والدرايف ليبيدز كان من ضمنها الستيرويدز، كان من ضمنها اللي هم الكارديو فاسكولار سيستم صح؟ الكاروتينويدز والفيتامينز والستيرويدز. ومين جوه الستيرويدز؟ اتكلمنا عليهم الثلاثة اللي هم جمعناهم في كلمة ساح، اللي هم الستيرولز اللي هو من ضمنهم الكوليسترول اللي بنتكلم عنه، والأسيدز البايل أسيدز والهرمونز. طيب الميزة بقى في إن أخينا الستيرول ده أو الكوليسترول ده بيدي إخواته في نفس العيلة وإخواته من بره العيلة. يعني إيه؟ يعني الكوليسترول بيدي بايل أسيدز وبايل سولتس، وبيدي ستيرويد هرمون. يبقى هو كانه هو الاب اللي بيطلع بقى بقيه انواع الستيرويدز اللي عندنا. هو الاسترول بيطلع الاسيدز وبيطلع الايه الهرمونز، ولا يكتفي بهذا لكن يخرج كمان على العيله الرئيسيه بتاعته ويدي فيتامين، فيتامين A فيتامين D. يبقى هو البريكيرسر بتاع فيتامين دي. وموجود فين كمان الكوليسترول ده بكثره؟ موجود في السيل ميمبرين. يا السيل ميمبرين برضو، ايوه برضو فوسفوليبيدز موجوده، جلايكوليبيدز موجوده، وكمان الكوليسترول موجود. ودي افضل طريقه لحفظ الفانكشنز او الامبورتنس بتاع الكوليسترول، لكن لو بتحب تحفظها من خلال كلمات كله موجود يا فندم. عندنا ممكن ان انا اول ما بشوف الكوليسترول واكون وصلت لنهايه الشابتر فبضحك، بضحك على خيبتي زي ما ويكس بيقول، بضحك. خلاص البي 4 بايل اسيدز اند بايل سولت، الدي 4 فيتامين دي، الاتش 4 هرمونز، السي 4 سيل ميمبرين. دي الامبورتنس بتاعه الكوليسترول. ماذا عن الديس اوردرز؟ قال لك لو زاد الكوليسترول عن 200 مللي جرام بالديسيليتر يبقى حضرتك كده هتدخل في مشكله كبيره خالص. ايه هي المشكله دي بقى؟
هتدخل في ما يسمى بالكورونري. نجيب تاني بسرعة كده عشان نشطب، كورونري heart diseases أو أمراض الشرايين التاجية، اللي هو ناتجة عن التصلب أو الأثيروسكليروسس، لو زاد الكوليسترول يحصل تصلب شرايين، وتصلب الشرايين يأثر تحديدا على الشرايين التاجية بتاعة القلب نظرا للدقة ونظرا لأن القلب بيحتاج كميات كبيرة من البلاد، فيعمل coronary heart diseases. من كده نكون ختمنا شابتر الليبلز، وألتقيكم في مراجعة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.